يقول: أديت فريضة الحج ولم أقصر من رأسي من جميع النواحي، ولكنني أخذت البعض، فما الحكم وهل الحج صحيح؟ نعم، الحج صحيح إن شاء الله، والحكم أن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك، كما قال هذا أهل العلم في من ترك واجبا من واجبات الحج، والحلق والتقصير من واجبات الحج. بارك الله فيكم.